أنا إليان دكتور بي. تابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدى 7 أكاديمي كرمال دايما تطلعوا على آخر أخبار الصحة. واليوم رح يكون موضوعنا عن الربو، خليكم معنا. الربو حالة بتضيق فيها المسالك الهوائية وبتورم وبتأدي لإفراز المزيد من المخاط، وهذا الشيء بينتج عنه ضيق التنفس، أزيز وسعال. بعيني شخص واحد من بين كل 13 شخص من مرض الربو، ومرض الربو هو من الأمراض المزمنة الرائدة عند الأطفال، وهو أكثر شيوعاً عند الأطفال من عند البالغين. ممكن مرض الربو يكون مشكلة بسيطة عند عدد من الأشخاص، ولكن ممكن يكون مشكلة كتير كبيرة عند البعض الآخر، وممكن يؤدي لنوبات ربو تهدد الحياة. تختلف أعراض مرض الربو من شخص للتاني، فممكن تكون نوبات ربو غير منتظمة أو أعراض بس بأوقات معينة، مثل عند ممارسة الرياضة أو الربو التحسسي اللي بينتج عن موارد متطايرة بالهواء اللي هي اللقاح مثلاً بالربيع، أو حتى أعراض دايماً وطول الوقت وهي ضيقة التنفس وضيقة وألم بالصدر، سعال أو نوبات صفية اللي بتتفاقم عند المصابين بفيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا. صعوبة بالنوم بسبب ضيق النفس، السعال والصفير، صوت أزيز أو صفير عند عملية الزفير. من غير الواضح إصابة بعض الأشخاص بمرض الربو، ولكن بيرجع هذا الموضوع لعوامل بيئية ووراثية. من بعض العوامل البيئية هي مسببات الربو أو مسببات الحساسية مثل اللقاح، الهواء البارد، الإجهاد، والتلوث بالجو مثل الدخان. من هي الأشخاص اللي أكثر شيء معرضة إنه تصاب بمرض الربو؟ الأشخاص اللي عندها أقرباء، يعني أحد الوالدين أو أحد الإخوة مصاب بالربو، الأشخاص اللي بتدخن أو اللي بتتعرض لدخان بشكل غير مباشر على فترة زمنية طويلة. بيتم تشخيص مرض الربو من خلال الفحص الجسدي اللي بيعمله الطبيب بالعيادة، ومن خلال الأسئلة حول العوارض والعلامات لاستبعاد أي مرض آخر. ما في طريقة لمنع الإصابة بالربو، ولكن فينا نشتغل على منع والحد من نوبات الربو من خلال التطعيم ضد الإنفلونزا، من خلال تجنب مسببات الحساسية ومسببات الربو، ومن خلال الأدوية اللي بناخدها بشكل منتظم. أخيراً مشاهدينا، انتبهوا على حالكم. إذا أنت أو أنت بتعانوا من مرض الربو، اتبعوا منيح إرشادات الطبيب. وأخيراً بي هابي بي هيلثي مع دكتور بي.